رامي شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ولد بمرض نادر شخصه الأطباء بأنه مصاب بمرض العظم الزجاجي نتيجة خلل في الجينات. هذا الخلل مشاهدينا يفضي إلى تكسر العظام وقبل 30 ربما إلى الموت. رامي ووالده جاء من القاهرة إلى الاستوديو هنا في MBC، لكن قبل الحديث إليهما نبقى في القاهرة ورحلته المأساوية مع المرض. منذ 18 عاما هم كل عمره بدأت الرحلة، رحلة كان أحلم فيها يتسم بالمرارة، لكن الرغبة في الحياة والرضا بقضاء الله هما ما جعلا العناء أمرا أيسر مما كان يمكن أن يكون عليه. مرض نادر ولد به رامي، مرض يتسبب في تكسر عظامه بصورة غير طبيعية أثناء اللعب، أثناء الحركة، وأحيانا حتى أثناء النوم، حتى أنه أطلق عليه تسمية العظم الزجاجي لشدة هشاشة العظام، فالكسور في حياته تحصى بالمئات. أبسط شيء بس لقيت كسر، يكسر روح بيه على المستشفى أجبسه، يدوب بطلع بيه من جبس وشايله وعم زي كني شايل البسكوتة في إيديا، يدوب أوصل بيه البيت لقيت مكسور، أرجع بيه المستشفى تاني أجبسه بنفس الطريقة. فأكتر مزهقت من الجبس بقيت أحط رجله، يعني عشان أروح بيه المستشفى مثلا أنا جابسه أو كده، بقيت أحط رجله في كرتونة ولفها بالشاش على أساس أنه أقدر أروح بيه المستشفى أو أجي بيه أو كده. فهو دلوقتي عنده 18 سنة، فهو حياته في يعني في حياته في الجبس، يعني قضى أكتر حياته في الجبس. يعني ممكن لو وزن مختي الصغيرة بشيلها بحطها على رجلي ممكن تقعد عليا جامد، تقعد على رجلي جامد تكسرها لي، او هزرت مع اخويا او جريت بالعجله جامد شويه هنا تروح رجلي مكسوره. اما اقصى الامنيات فتصير اشياء بسيطه هي عاديه في حياه كل منا، لكنها احلام لهذه العائله. لان اقل حاجه العيال نفسها يتحركوا نفسهم يروحوا يتفسحوا، فما بقدر ما بنقدروش، لان رامي دي معانا معاناه، يوم ما بنطلعوا يعني ابوه يتبهدل بيه في المواصلات. الطب احيانا يضع الناس في موضع الضعيف، فالعلاج الناجع امر صعب، والعلاجات المتوفره لتحسين الحاله باهظه التكاليف، خاصه لعائله بسيطه كاسره رامي، فالحقنه الواحده يتخطى ثمنها الفا من الجنيهات. هو يعتبر مرض نادر حسب التصنيف العالمي للأمراض، يعني بيحصل حالة في كل 100,000 حالة. المرض بيحدث نتيجة خلل في الجينات، مما يؤدي إلى خلل في تكون كولاجين العظام، مما يسبب هشاشتها. هو العلاج الحقيقة مكلف جدا، يعني أسعاره بتبقى ألوف الجنيهات، ويهدف الحقيقة العلاج طبعا بصورة أساسية إنه يمنع الكسور لضمان استمرار الحركة عند هؤلاء المرضى، وينتج عن الاستعمال ارتفاع طبعا ملحوظ في كثافة العظام ونقص في نسبة الكسور وسرعة في القدرة على المشي. المستقبل القريب إن شاء الله سيظهر العلاج الجيني كمان في مثل هذا المرض النادر الحدوث. أما اللافت للنظر ويدعوك أحيانا للتعجب فهو الرضا الذي يعلو الوجوه ويجري على الألسنة، فالصحة والمرض من عند الله. أقول الحمد لله مدام ربنا حطيني في الموقف ده، ما قدرش ولا لأنه أعطيته الدنيا كده ما قدرتش تعترض عليه، بقول الحمد لله خلاص. برغم التقدم العلمي إلا أن حالات بعينها لم يتم التوصل لعلاج نهائي لها، إلا أن ذلك لا يعني غلق باب تقديم المساعدة. رامي أحد هذه الحالات التي تجابه مشوار الشقاء كل يوم، ولا يملك وأسرته إلا أن يقولوا الحمد لله. محمد ترك، MBC، محافظة الإسكندرية. المنظمات الحقوقية والخيرية والمؤسسات الإنسانية في مصر كيف كان تعاملكم معاها وأنه تعرضوا الحالة عليهم كيف؟ لا هو ما فيش أي حاجة كده غير إحنا بس لما كان لما بيبقى في كسر بنروحوا بيه المستشفى، بتعملوا بيه الجبس اللي هو البنطلون وخلاص على كده، نقعد فيه شهرين نقعد فيه شهرين يروح يفك الجبس، هي دي معاملتنا بس، يعني في أي حاجة تانية لا. نعم.
حتى نحن جرينا بيه عشان نروح نعمل له معاش في التأمينات، بقى لنا سنة فيه ولحد الوقت لسه ما وصلناش لأي طريقة خالص. رامي، الكلمة الأخيرة لك، شو بتحب تقول لمشاهدي ام بي سي؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. كلمة كبيرة بالفعل. نحن ربنا بس يكرمه، يكون في أي دكتور أو أي حاجة يدينا أمل إن هو ربنا يكرمه إن شاء الله يا رب. بإذن الله إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. الحمد لله وشكرا. شكرا لكم.